نظم الصياد إلى غير معتمدين وقفة دعم ومساندة لمساعي وزير الصحة الرامية إلى تحسين وضعيتهم من خلال تغيير قانون الاعتماد الذي أحالهم على بطالة إجبارية لسنوات. درنا وقفة مساندة لوزير الصحة لخطاب وزير الصحة بالمجلس الشعبي الوطني والمتضمن فتح المجال للصيادلة الغير معتمدين، يعني إلغاء نيميريس كلوزيس أي عدد الصيدلية لعدد السكان. القانون السابق كان 5000 صيدلية ل 5000 ساكن، قرر وزير الصحة إلغائها، وذلك لفتح المجال للعدد الهائل للصيادلة غير المعتمدين اللي راهم حاليا في بطالة. أتمنى من الوزير إلغاء اللجنة الثلاثية نهائيا لفتح المجال. في وقفة نثمن فيها يعني الالتفاتة تاع وزير الصحة السيد الوزير سكي كونسيرن لي زاغريمون تاعنا، ونقولوا له باللي رانا مع القرار نتاعك، وهذه حاجه صح نحتاجوها. كما راك تشوف هنايا عندنا صيادله من 2006 عندهم 15 و16 سنه وما يستناو، دونك نطلبوا منه انه يعاود يراجع قانون الاعتمادات والشفافيه في منح الاعتمادات اللي هي شبه منعدمه حاليا. اون اتون دوبوي دي زاني لي زاغريمون ماشي باينين، انا ندوموندو شفافيه في منح الاعتمادات دي زاني، وحنا نروحوا لا دي اس بي حاجه ما بين شاك فوا يقولوا لنا كاين يكونوا دي بوست مي ريان، يخلونا المجال باش نخدموا باسكو لا سيتوياسيون فريمون الي غراف. لو فارماسيان اي لي اون شوماج دوبوي دي زاني.